طيب أنا محمود طالب، كاتب وممثل مسرحي من البحر الأحمر، مهتم بمجال الثقافة والفنون. التأثر بيكون من البيئة بشكل عام، وبكون من العادات، التقاليد، السلوك المجتمعي المتبع في الموضوع بتاع التحيز بشكل عام. المساهمة فيه ممكن تكون نتيجة للحاجة دي، لكن خلينا نتكلم عن المساهمة الإيجابية في أنك أنت تحاول بقدر الإمكان تطلع من العادات السيئة في الحاجة دي. وممكن يتكسر بشكل كبير جدا بمزيد من الوعي، بالنقاش، بالحديث حول أهمية أنه ما يكون في حاجة زي. أتوقع أنه يكون الطريق نحو حاجات كثيرة بيكون أسرع وأسهل، يعني بما أننا بننشط حاليا تحول ديمقراطي، دي ممكن تكون واحدة من الحاجات اللي ممكن تسهل الطريق ده بشكل كبير جدا وتزيح كثير من المعيقات اللي قدامنا. حابة أقول أنه قدر ما الله دانا نكون قادرين أنه إحنا يعني نقود التغيير بشكل كبير جدا في وطننا، ويكون ما في واحدة من السلبيات اللي نحن قدر الإمكان مرينا بها، مرات كثيرة ما بنتعلم من أغلاطنا، فخلونا نتعلم.